ما سرقتيهوش انت. انا مش حراميه. بقول لك اعطيني الشنطه. بس والله ما سرقت. اعطيني الشنطه. بس والله اني ما سرقت. اعطيني اياها. بس انا مش حراميه. اعطيني الشنطه. بطلب لك الشرطة بقى خليهم هم يدفعوا معي. شرطة؟ شرطة؟ بس كل شيء ولا الشرطة. خذي فتشيها. بس مش هون. يا مس مشان الله يا مس احكي لها. مس احلام تعالي حبيبتي هاتي شنطتك وتعالي معي. شو هاد؟ مثل ما انت شايفة بقايا سنت بشنطة الطالبات. ليش لمن البقايا وحطيتهم بشنطتك؟ مشان شو بحكي؟ أحلى. عشان شو حبيبتي احكي ما تخافي. مشان أعطيهم لإخواتي. لأخي؟ عشان ياكلوني. بس والله ما رح اعيد. خلص هاي اخر مرة. بس ما تحكوا لصاحباتي. خلص انا اصلا رح اترك المدرسة. ما رح اشوف وجهي مرة ثانية. خلص ما رح اعيدها. مشان الله بس ما تطلبوا لي الشرطة. مشان الله. ولا اشي. بس انا حابة اعرف انت ليه بتعملي هيك؟ انت مجابوكي بيشتغل سواق؟ كان. وهلا بالسجن. بالسجن؟ ليش انسجن؟ سجن عشان مسكوا ببيع مخدرات وماما ما تحملت الصدمة فانجلطت وانشلت وانا واخوتي ما عم نلاقي اكل ناكل وهم اصغر مني فانا بحزن عليهم فصرت بعد ما الطالبات يدخلوا على الصف بعد الفرصه اتاخر شوي والم بقايا سندويشات ومعصير واخذهم لاخوتي